اليوم الشعب الفلسطيني يكرمها بطريقته الخاصة بموكب جنائزي مهيب ينطلق في هذه اللحظات من جامعة النجاح الوطنية ومن ثم سيتوجه هذا الموكب يعني في هذه اللحظات أمل الشهيد شيرين أبو عقلة في موكب جنائزي مهيب من داخل جامعة النجاح الوطنية حيث هنا الآلاف من طلاب جامعة النجاح ومن أبناء الشعب الفلسطيني الذين يقفون نعم أترك لكم الصورة